ام جي 5 من الداخل، زي ما انتم شايفين المقعد، شايفين المساحه الموجوده، حتى مساحه الاقدام بالاسفل ممتازه تعتبر. طبعا واحده من الميزات المهمه جدا بالام جي 5 بما انها سياره عائليه زي ما ذكرنا انه تتوفر عليها خاصيه الايزوفيكس. شو يعني خاصيه الايزوفيكس؟ بتوفر على المقاعد الخلفيه، هي خاصيه لتثبيت مقاعد الاطفال. من الاشياء كمان الجميله انه المقاعد كامله مهواه، فبتلاحظوا انه فيها زي فتحات بسيطه، هذا في حاله انت الحراره والحم والحراره عاليه، هذه المقاعد فورا بتقوم بتفريغ الحراره الداخليه اللي بيجمعها الجلد وبيخرجها خارجي.